إذا مشاهدينا رجعنا لكم مع مسابقة جديدة، وهي مسابقة تطوير الفضاء الخارجي لمبنى مصرف ليبيا المركزي. طبعا في هذه المسابقة في عدد من الطلبة المميزين طبعا عرضوا مشاريعهم وتكلموا أيضا عليها وشرحوا، أكيد كان في مجموعة من الفائزين اللي فازت مشاريعهم المتقدمة. خلينا نشوفوا تقرير عن هذه المسابقة، بعد طبعا بعدها حنستقبلوا المهندس محمود الزايدي. أعلننا عن المسابقة، كانت عدد المشاركات حوالي 15 مشارك من كل المدن الليبية، من طرابلس، من البيضة، من زاوية، من أكثر من مدينة. كانت المشاركات متفاوتة، عندنا طلبة مشاركين، عندنا معماريين، عندنا شركات، عندنا أفراد. المشاركات عرضناها اليوم في المعرض، المعرض عرضنا فيه كل الأعمال. الترتيب كانت أحد الترتيب الفائزة هي عبارة عن مجموعة من الطلبة، هذا يعطينا مؤشر كويس ان المفروض المعماريين عندهم مواهب، عندهم قدرة، نحتاج الى احنا نتبنوا ثقافة المسابقات هذه اكثر. الجهات العامة، الجهات الخاصة تتبنى ثقافة المسابقات اللي هي تتيح فرصة لاخذ اكثر فكرة عن الموضوع. يعني طبعا درسنا قدمنا عدة اجتماعات وعرضنا جميع الاعمال في يوم معين، وبعدين من تم عملية التقييم. شفنا حقيقة الأعمال، بارك الله في مجهودات شباب عندهم طموحات وعندهم أمل هم يرتقوا للمستوى اللي يجب أن يكونوا يوصلوا له. أنا باشمهندسة غادة يسري بن علا، شاركت في المسابقة مع زميلاتي نسيبة الدالي ومروة القريف، طلبة في جامعة طرابلس كلية الهندسة. كانت مشاركتنا تحصلنا على الترتيب الثاني. الفكرة التصميمية بتاعنا كنا نشوفه في أهمية المكان وهيك، فاحنا فكرنا أن المكان هذا كيف نبغوا نجيبوا له الناس، وفي نفس الوقت كانت عندهم متطلبات معينة للمسابقة، فاحنا كانت الفكرة الأساسية بتاعنا أن نستغلوا تحت الأرض يكون باركينج للسيارات، وما فوق الأرض حيكون مكان بابليك للناس، لعامة الناس وهيك. إذا مشاهدينا خلينا نستقبلوا المهندس محمود الزايدي، هو عضو مجلس إدارة في الهيئة الليبية للعمارة، وأيضا رئيس اللجنة التنظيمية للمسابقة. ألو، صباح الخير سيد محمود. صباح النور، صباح الجميع، شكرا مع التقرير الجميل. طيب سيد محمود، في البداية أو باشمهندس محمود، لما نتكلموا على الفكرة أول مرة كنتوا حضرتكم ديروها في يعني في مصرف ليبيا المركزي، أم كانت أيضا في بعض من المسابقات يعني المعنية بالهندسة؟ طبعا هي الثقافة، المسابقات واحد الوسائل للحصول ونحن للمشاريع، حيث أنها تسمح يسر عدد من المعماريين انهم يشاركوا ويحطوا الافكار بتاعتهم، ويتم تقييم الافكار من قبل المالك ومن قبل لجنه تقوم تقيم. المشروع كان مصر نفسها كان يفكر في تطوير المنطقه هذه، وكان بيتعاقد مباشره مع احد من الجهات اللي تمثل المشروع بالثمر. رحنا عليه مثل بكل أمانة أنه هو بدأ بالطريقة هذه، ينظمها بطريقة المسابقة المفتوحة، حتى أنه يسمح لكل من العاملين أنهم يشاركوا، إن كان له حساسية خاصة، له أهمية خاصة، وبالتالي الوعي اللي بيه الأفكار تكون أكثر خارج عن النمطية، وتكون المشاركة مفتوحة بحيث أن كل المعاملين اللي عندهم حاجة يديروها بخصوص المكان. طيب لما نتكلموا على المتسابقين، كيف تم اختيار المتسابقين؟ وهل مثلا كنتوا حددتوا سن معين او عمر معين، مثلا اخر سنه الخريجين او اخر سنه ليهم في الجامعه، او اخذتوا ايضا من اللي حضروا في مشاريع التخرج، ام كانت مفتوحه لكل يعني المنتسبين لمجال الهندسه؟ المسابقه كانت مفتوحه لكل معماريين وطلبة وشركات ومكاتب تجارية، الفرصة كانت مفتوحة للجميع بحيث
ان كل اللي عنده مجهود في الموضوع يقدر ان هو يشارك ويقدر ان هو يقول شنو عنده. حطينا قرارات للشروط للمتطلبات للمشروع وعرضناها وفتحنا المسابقه للجميع. طيب شنو هو مثلا الفكرة لما حضرتكم طرحتوها، هل مثلا واجهتكم أو صعوبات أو مثلا عوائق، خاصة لما نتكلموا على في زي مثلا الأوضاع اللي تعاني منها ليبيا، في هل مثلا يترددوا إن هم يطرحوا مشاريعهم، خاصة إن يخافوا مثلا لمجهودهم يتاخذ ويريح؟ هل واجهتوا مثلا ناس تخاف إن هي مثلا تتقدم للمسابقة؟ أكيد هو التعليقات السلبية هذه موجودة في هو احنا حطينا الإعلان على الإنترنت، التعليقات السلبية هذه من بعض الناس إنه هو مش وقته وهذا شو نديرهم وهذا نقنعوا، يعني كأنه يبغوا يستغلوا الحياة بتاعت المشاكل والحرب والتطرف هذه بدون ما إنه هو قد في نظرة تطلعية من قدام مش مثير للأمان المشاريع والحاجة اللي تبي تبان يعني. كذلك المشاركات كانت شوية متخوفة، يعني الثقافة هذه مش منتشرة عندنا، ما فيش ثقة بين الجهات المنظمة والجهات المالكة إنه هو يتمثل بحاجات زي هذه، لكن هي تجربة كانت كويسة وكانت جيدة وفتحت المجال للكل، وإن شاء الله تكون بداية في مسابقات ثانية. يعني احنا ندعو كل الجهات اللي تقبلنا الثقافة هذه إنه تسمح للجميع بالمشاركة. باشمهندس محمود، خلينا نتكلم شوية على قطاع الهندسة أو مجال الهندسة في ليبيا. هل مجال الهندسة في ليبيا واخذ حقه، خاصة الهندسة المعمارية؟ هل في لها دعم أم للأسف بسبب قلة الإمكانيات وأيضا ما فيش دعم مادي فالمجال مش نشط؟ وهل هي مواكبة حتى في ظل الأزمة اللي تعاني منها ليبيا في كل المجالات؟ هل قادرين إن أنتوا تواكبوا التطورات اللي تصير في الخارج أم لا؟ هو المشاكل اللي تواجه القطاع المعماري تحديدا، يعني القطاع البناء بشكل كبير، يعني اعتقد القطاع البناء هذا متوقف يعني مستمر متقدم. المشكله اللي اصبح انا واحد من المشاكل الجوهريه هي نقص الثقه في المعماري الليبي. الليبي عندهم مجهود، عندهم يقدم، وواحد من خبره شوية تنقص لأنه هو ما فيش ثقة كبيرة في المعماري. تعودنا أن احنا نجيب المعماري الأجنبي، تعودنا أن نجيب الأجر ونغير كل شيء. لأنه محتاج المعماري أن ثقة أنه هو يتقي المالك، يتقي الشركات أنه هو ينفذ، وهذه فرصة لاحتكاك بالتجربة. أن الثقافة الحديثة والإنترنت ومفتاح المجال للتطوير، مفتاح المجال أنك أنت تطور وقت. بس المعماري ما شاء الله يعني قدرتكم صناعهم كبير، يحتاج فقط الى التجربه والاحتكاك والممارسه، اللي هي بتزيد صدق الموهبه بتاعتهم وتزيد تقدمهم. يعني المعماري الليبي رغم انه سيء على اي معماري ثاني، هذا تنقص الثقه التجربه والاحتكاك، يعني هو اللي يزيد صدق ويطور الموهبه بتاعها. شكرا لك باشمهندس محمود زايد، رئيس اللجنه التنظيميه للمسابقه، وايضا هو عضو مجلس اداره في الهيئه الليبيه للعماره. أكيد نتمنى أن المشاريع زي المشاريع هذه والمسابقات تكون موجودة في ليبيا، لأن أكيد المسابقات تخلي الإنسان عنده ثقة في نفسه، تخلي الطلبة يكون عندهم حافز على الإبداع أكثر، تكون عندهم منافسة أكبر، فهذا كله في النهاية بيخدم ليبيا. خلينا نشوفوا بعض من تعليقاتكم على الفيسبوك. من بركلونة تقريباً، نتمنى من القائمين على القناة أن يتأكدوا في بعض الأحيان من درجات الحرارة، أن في بعض الأحيان يكون في أغلاط في درجة الحرارة. بالتأكيد أكيد حنحاول نحن نشوفوا الخطأ وين. من رحلة أبي، فرحل العالم، صباح الخير عليكم. من أيضا عبد السلام، أنا واحد منهم، أنا مش فاشل بس الوضع في ليبيا. من توفيق، صباح الورد أختي أميمة. من إبراهيم زميلنا، صباح الورد منورة أميمة، إن شاء الله ترجع بالسلامة يا إبراهيم.
من ايضا نداء. اليوم انا طالبه هندسه ولكن للاسف ما شاركتش لان دائما ما عنديش ثقه في اني انا نعرض مشاريع وفي النهايه ياخذها حد بدم بارد. من ايضا وليد، صباح الخير عليكم، صباح الامل، صباح السعاده، موفقين ومشكورين على هذه البرامج. من اريج جمال، موفقين وصباح الامل. اكيد صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام وين ما يشوفوا فينا. دائما في بداية الشتاء تكون عندنا أعراض نوعا ما من الملل أو من الاكتئاب، ونحس إن إحنا مخنوقين أو مش متحملين أي مكان إحنا موجودين فيه. في بعض الأحيان يكون اكتئاب طويل الأمد، وفي بعض الأحيان يكون اكتئاب موسمي. خلينا نشوف تقرير عن الاكتئاب الموسمي، وحنطلع بكم فاصل، وبعد الفاصل بالتأكيد لنرجع معاكم مع كفيف يتحدى الإعاقة.